أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل امرأة مسنة في مدينة حارم غربي إدلب على يد لصوص أثناء محاولتهم سرقة منزلها. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي وبلدة آفس شرقي إدلب ومحاور جبل التركمان بريف اللاذقية. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بجروح وكسور جراء 3 حوادث سير متفرقة بريف إدلب وفق الدفاع المدني السوري. وزارة الصحة في حكومة الأسد تكشف عن تسجيل 1350 حالة التهاب معوي شهريا في مدينة الحسكة. الدفاع المدني السوري يجدد رفضه لتسييس ملف المساعدات الإنسانية ويؤكد أن الأزمة الإنسانية في سوريا سببها غياب الحل السياسي وتجاهل تطبيق القرار 2254. السلطات الأردنية تحبط محاولة تهريب 4 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة قادمة من سوريا عبر معبر جابر الحدودي وتعتقل 18 تاجرا ومروجا للمخدرات.